شغلك عمل بالتوفيق. بسم الله. دكتور حنان خلونا الدكتور الحشاري معكم. دكتور بسم الله بسم الله قولوا بسم الله وعلى بركة الله ما شاء الله. تم الافتتاح يوم الخميس ما شاء الله. فهانينا تبريكاتنا وعليكم العافيه والف الف 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 ريل بيوتي سنتر الاجمل والاروع بحر القفله كان جميل ورايح اجهز الابتعاثات الحديثه والرائعه. المركز هذا فيه ثلاث تخصصات ويقدم ثلاث تخصصات. التخصص الأول هو تخصص طب الأسنان. في قسم في مركزنا اهتمينا بالطفولة والطفل وخصصنا مكان وطب خاص واهتمام خاص بالطفل. أيضا بقية الفئات أو بقية الفئات العمرية الأخرى اهتمينا أيضا بجميع المعالجات كانت تجميلية أو علاجية. التجميلية بجميع أنواعها اللي هي ابتسامات هوليوود، العدسات، الابتسامة الرقمية، أيضا الحشوات العلاجية من تسوسات وغيره، معالجة صحب العصب، التقويم بجميع أنواعه، جراحة الوجه والفكين بما فيها الزراعات العظمية والزراعات العادية. أيضا معنا قسم خاص بالعناية والبشرة والجلدية كانت كتخصص علاجي للأمراض أو كعناية بالبشرة بجميع أجهزة أنواع أجهزة الليزر التي هي إزالة شعر بأجهزة عالمية تحتوي على شهادة الـ FDA. جلساتها تعتبر أقل من غيرها من الأجهزة الأخرى. أيضا جميع الأشياء التي مثل الندبات والحروق وآثارها وما أيضا يوجد لديها العلاج. وآخر قسم لدينا اللي هو قسم التغذية أو الحميات الغذائية لتنقيص وتخفيف الوزن أو زيادة الوزن. أيضا لدينا خطط علاجية لكل فئات أو أمراض مزمنة أو حساسية القمح أو غيرهم من الأمراض تحت إشراف هذا الجميع تحت إشراف دكاترة ذو خبرات وكفؤ ويعني مدة زمنية كبيرة وخبرة طويلة في مجالهم العملي. مناسبة الافتتاح احنا في مركز ريل بيوتي سنتر نقدم 50% تخفيضات في جميع الأقسام في مركز ريل بيوتي سنتر.